حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله جميعا. عليكم السلام، مساكم الله بالخير. كيف الحال؟ على الوقت، على التايم. احسن شيء الواحد يعني يحترم الوقت ويحترم المواعيد. وعليكم السلام، الله يطول عماركم ان شاء الله. شلونكم؟ شخباركم؟ شلون الامور؟ حياكم الله، حياكم الله جميعا. اليوم ان شاء الله احنا حطينا اعلان بثنا اليوم عن ما هي الجزيئات. شوية ندخل كيمياء عشان نفرق شنو معنات الجزيئات عندنا في علم الكيمياء، وشنو يقصدون بالجزيئات في عالم العطور. كثير يعني من الناس يعتقدون ان الجزيئات كلنا درسناها ترى في المدارس وفي الجامعات. كثير يعتقدون ان الجزيئات معناها قطرات خاصة في عالم العطور، لكن لما يدخل علم الكيمياء يفهمنا مفهوم آخر. سبق وعرفنا أن الجزيئات والعناصر والمركبات كل هذه تندرج تحت مفاهيم مختلفة. يعني لو قلنا العنصر تعريفه العلمي هو مادة بحالة مفردة، المادة بحالة مفردة مثل الذهب عنصر، طيب؟ وقلنا المركب اتحاد مادتين أو أكثر، خلينا نقول على سبيل المثال الماء اتحاد ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين، هذا مركب. طيب والجزيء خلونا نعرف شنو هو الجزيء. ثقافة عادي، هذه سويناها قبل كانت مقلوبة، بس من باب العلم بالشيء في لما تطبعون ببرنامج وورد أنا أحب أخدم وفيد في طريقة طباعة اسمها برنت ميرور، طباعة المرآة العاكسة، تلاقونها في الأوبشن في الخيارات، يطبع لكم الكلام معكوس. ترى هذا لو حطها كذي معكوسة، شوفوها من وراء طباعة، بس عشان الانستغرام ميرور طلعت معاكم مضبوطة هالمرة. الجزيء، جزيء الماء H2O عبارة عن ذرة أكسجين وتحدوا معاها ذرتين إيش؟ هيدروجين. فهذا كله مع بعض يسمونه جزيء، يسمونه إيش؟ جزيء. طيب، وأيضا عندنا الجزيء لو كان مثلا أنا هم كاتب الكلام معكوس، جزيء الأكسجين، معلش خطي لأن كاتبه معكوس، ذرة أكسجين مع ذرة أكسجين، هني واحد ينطق ولا يكتب وهني واحد ينطق ولا يكتب، اتحاد ذرتين من نفس العنصر يعطيني جزيء، هذا جزيء الإيش؟ الأكسجين، جزيء الأكسجين. هذه أمثلة. فكلمة جزيء معناها أن اتحاد ذرتين من نفس المادة. طيب المركب شنو يختلف عن الجزيء؟ الجزيء اتحاد ذرتين من نفس المادة، والمركب مثل الماء، لو نلاحظ الماء مرة ثانية، عبارة عن اتحاد ذرتين مختلفتين. بس ليش سميناه جزيء؟ لأن المركب جزيء والجزيء ليس مركب. يعني ممكن نقول ان المركب الماء عبارة عن جزيء، بس الجزيء ليس مركب، لأن الجزيء يعتبر مادة واحدة اتحدت مع ذرتين أو أكثر. مثل لو قلنا الأكسجين الحين، معلش شوية، الأكسجين هذا لو قلنا أيضا زائد ذرة أكسجين راح يطلع لنا إيش؟ راح يطلع لنا 3O اللي هو الأوزون، جزيء الأوزون اتحد من شنو؟ كم ذرة؟ 1، 2، 3، 3 ذرات أكسجين عطاني جزيء الأوزون.
إذن هذه بالنسبة للجزيئات. طيب، المركب من جزيئات، والجزيء ليس مركب، اتحاد ذرتين أو أكثر من نفس العنصر، نفس المادة. طيب، هذه صورة توضيحية حق جزيء الماء H2O. H2O هذه مركب الماء أو جزيء الماء. إذن ممكن نقول عن المركب جزيء، عن المركب جزيء. هذه الثقافة انتقلت لعالم العطور، بسجله وبخزنه بشرب، إنزين اللي يعني هذا بخزنه وخلي الغير يستفيد أو تعيدونه مرة ثانية. عالم العطور شنو مشكلتنا؟ مرارا وتكرارا عندنا عقدة الخواجة، وليس طعنا فيهم ولا نخطئهم ولا لهم شغل، البلا ببطوننا احنا. يطلع خواجة بس يذكر جزيئات سمعا وطاعة. هذه مشكلتنا في عالم العطور، ما ادري ليش، ما ادري هالتقديس هذا ليش، للأمانة مع احترامي وتقديري كامل لهم. طيب، فعلموا الناس انه جزيئات. في ناس يتابعون لما ماسك الماصة مثلا، اذا عندي ماصة هذه ويقطر مثلا، ها بقطر على يدي، حسبالهم هذه القطرات هي جزيئات. حط لك ثلاث جزيئات، في ناس يسمونها مثلا وحدات، في ناس يسمونها ايا كان، هذه ليس جزيئات، هذه قطرات، هذه يسمونها قطرات. طيب، ليش الجزيء؟ الجزيء عبارة عن في عالم العطور مواد مركبات لها أسامي علمية. طيب، وتسوي لنا إيش؟ تسوي لنا الأكورد العطري أو الريحة اللي نبيها. مثلا عندنا العنبر، العنبر فيه طبيعي وفيه صناعي. طيب، هذا عندي مثلا العنبر، عنبر طبيعي، عنبر حوت، هذا الأسود، هذا عنبر حوت، هذا غالي الثمن، هذا كسرات عنبر. إذا غالي الثمن وبأسوي عطر، طيب وبسوي عطر، اضطر او يضطر الكيميائيين الى صناعة الروائح العطرية اللي هي الجزيئات. جزيء مثلا A مع جزيء B، مواد مركبات اخلطهم مع بعض، كل واحد لنسبة معينة يعطيني رائحة العنبر، يعطيني رائحة الياسمين، الباتشولي اللي يسمونها اروما كيميكال، الزيوت الاروماتية. وقلت لكم بطلوا كتاب الكيمياء العضوية الأروماتية، موجود بجوجل وببلاش، ثقفوا كتاب وباللغة العربية. البنزين العطري الحلقي، هذا منه سووا عالم اللي هي المركبات الصناعية الكيميائية، الأروما كيميكال. أروما معناها عطري، له رائحة عطرية، ريحة صندل، ريحة دهن عود، ريحة كذا كذا كذا. ليش؟ لأن المواد الطبيعية غالية الثمن وممكن ما تصلح مع العطور بسبب اختلاف كثافاتها ولزوجاتها وذوبانها في المذيبات. مو شرط إنه طبيعي والله معناها، لا، ألجأ إنه الصناعي. والصناعي مو معناها إنه رديء. لما سووا النفط الصناعي طلع تكلفته أغلى من النفط الطبيعي، حتى الذهب حاولوا يوصلوا له، طلع التكلفة أغلى من جرام الذهب اللي 24 عيار. طيب، فمو معناها إن صناعي معناها رديء. لذلك هذه الجزيئات عبارة عن مركبات كيميائية مصنعة اللي هي الزيوت الأروماتية، صنعوها بالمعامل الكيميائية عشان نقدر نكون معاها العطور. لذلك اطلقوا عليها إيش؟ جزيئات. هذا جزيء كذا، هذا مثل الألدهيدات، ما الألدهيدات كلها شنو؟ في منها طبيعي وصناعي، ترى كلها صناعية الألدهيدات، ولها روائح مختلفة ولها نسب تخفيف مختلفة. طيب، أنا أتحكم، من يتحكم بالتخفيف؟ حاسة الشم عندي هي التحكم بالتخفيف. ما في قوة بالعالم تقول لك لازم تخفف كذا، هي أحماض، الأحماض تخفيفها مثلا من 1 إلى 2،
من 1 إلى 3 هذه التعامل معها غير. أما الزيوت العطرية في أشياء يقول لك لا فلان قال الخواجل فلان قال إنك لازم تخففه 10% ولا ما تسوي عطر مستحيل. لا 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 كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. لذلك هذا هو الهرم العطري، هذا هو المقدمة، هذا هو الوسط، هذا هو القاعدة، هذا حاسة الشم الأنف. وأكبر دليل حاسة الشم تختلف من شخص إلى شخص، غير اللي فيهم أمراض، غير المدخنين، غير اللي فيهم يعني حساسية والأمور هذه، لذلك تختلف من شخص لشخص. لذلك الجزيئات عبارة عن شنو؟ الجزيئات عبارة عن اتحاد ذرتين أو أكثر. بعالم العطور مركبات زيوت أروماتية يسمونها الجزيء الفلاني، لأنه هو مركب من كذا مادة، ما يجي حالة مفردة. لما نتحلله كيميائيا سواء تحليل الحاسوب أو تحليل المواد الكاشفة راح تلاقي إنه متكون من ذرة الكربون لازم، ومن هيدروجين، ومن نيتروجين، أكسجين، هذه مكونات الزيوت. كذلك الكحولات، طالعوا الصيغة الكيميائية مثلا C2H5OH، مثل هذا كحول إيثانول مركب يعتبر جزيء؟ اي جزيء، المركب جزيء والجزيء ليس مركب، لان الجزيء علميا اتحاد ذرتين او اكثر من نفس المادة النوع الواحد. هذا اللي اقول لكم عليه. طيب هل يختلف الروائح؟ اي نعم تختلف الروائح، تنتقل الروائح حاسة الشم عبارة عن شنو؟ 3 حالات المادة العلوم الصلبة متراصة الذرات والجزيئات، والسائلة متباعدة قليلا، والغازية أبعد ما يكون. لذلك الرائحة أو المواد المتطايرة بحالة غازية يكون انتشارها إيش؟ سريع تنتشر. لذلك لما نستخدم إحنا الجزيئات العطرية أو ما يسمى بالجزيئات العطرية ذات إيه؟ فوحان قوي مثل الألديهيدات وغيرها من المركبات الأروماتية الكيميائية. هذا بالضبط. الصوت واضح؟ أشوف الكتابة أعتقد وقفت وشي، بس حطوا لي علامات. طيب هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لتطاير اللي هو أو انتشار الحالة الغازية. احد يكتب لي ما ادري شنو وقف ولا شغله السيرفر، النت الايام تعبان وبطيء. طيب عموما راح اكمل الانتشار. عندنا لو شفنا الانتشار بالحاله السائله غير الانتشار بالحالة اللي هو إيش؟ الغازية. منو أسرع انتشار؟ الحالة الغازية، الهواء عبارة عن خليط من الغازات، خليط من الغازات. يعني عندنا مثال آخر اللي هو على الجزيئات، كما تحدث مادة كما تحدث مادة يعطيني تركيبة مختلفة الخصائص. مو قلنا هذا جزيء الماء أو مركب الماء H2O، لو حطينا مثلا H2O2 زادت عندنا ذرة إيش؟ ذرة أكسجين. زادت عندنا ذرة أكسجين، صار H2O2. شنو طلع المركب من الماء إلى شنو؟ البيروكسيد فوق أكسيد الهيدروجين، الماء الأكسجيني. خصائصه غير عن الماء اللي قبل شوي من ذرة واحدة. لذلك شنو؟ لازم إن نعرف في اختلاف بين عالم الجزيئات. هذا أمر جدا جدا ضروري يجب علينا. ما أدري إذا اشتغل أشوف. طيب أنا بكمل وإن شاء الله اللايف شغال.
إنزين نسوي مثلاً تجربة على انتشار المواد. يعني مثلاً هذا عندنا لون، هذا عندنا لون، طيب، وهذا عندنا الماء. أبحط هذا اللون داخل الماء، شوفوا شلون، شوفوا شلون الانتشار، هذا انتشار جدا من غير ما أخلط، قاعد ينتشر طبقة هني وطبقة هني، هذا الانتشار مال المواد. طيب لو مثلا أجيب ملعقة، صار عندي ايش؟ انتشار جميل. على فكرة هذا فيمتو، اللي حطيته فيمتو، بس ببين لكم نوع من الدعابة وببين لكم شلون تنتشر المواد والروائح. استأذنكم، الله يعطيكم العافية، عندي شغل ثاني، وان شاء الله نشوفكم على خير في لايبات اخرى. وما أقول يعني أنسى أني أقول لكم وأذكركم أن عندنا دورة بتاريخ 7/6/2020، دورة ناريز الكبرى موجودة في حسابنا، دشوا على حسابنا تلاقون البوست. نشوفكم على خير، وشكرا لكم، والله يعطيكم العافية.